الفترة دي كان انا بس عايزك الاول لو الفيديو ده جاهز يا شباب اعمله لنا بتاع لا تريزيجيه ومانويل جوزيه معاه، البداية دي لو نقدر نجيبها لتريزيجيه لانها مهمة جدا. الحاجات دي هي اللي الناس عايزة تشوف قد ايه الكلام اللي بيقوله تريزيجيه ده خطير وكبير جدا جدا جدا. اهو بص هو ده بالظبط، هو بيتكلم معاه. هنا بقى كان بيقول لك الكلمتين دول. الكلمتين دول هو قالهم لي، انا لسه ما فقتش. يعني هو قالهم لي انا ماشي، انا مش بص هو راجل جميل يا بص اهو، طالما عمل حتى بصباعه كده. شريف بيضحك، شريف بيبص مش مصدق اصلا اللي هو بيقول للاعب ناشئ كده. فانا ساعتها مشيت اصلا، كانت اخر يوم اخر لجوزيه. يوم ليه. وانا واحد زي ده بيقول عليا كده، انا كان الموضوع صعب بالنسبه لي. انا بكلم اخواتي بعيط. لا هي طالما عمل لك بصباعه كده يبقى فعلا بيقول لك حاجه، مقتنع بيك جدا. بس انت كنت لسه صغير خالص. صغير خالص، كان عندي 17 سنة. حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة برضو.